طيب خلينا نشوف ترند الاهلي النهارده فيه ايه، وايه الكلام اللي اتقال عن النادي الاهلي في مختلف الحسابات الرسميه على السوشيال ميديا. سوبر كوره نبتدي بيه وحسابه الرسمي على فيسبوك، وبيتكلموا على احصائيه مهمه قوي قوي، ان الاهلي رقم واحد عالميا في الاكثر تتويجا. ازاي؟ من ناحيه ايه تحديدا؟ في القرن ال21 الاهلي بعد ما حصد بطوله الدوري الاخيره دي بقى عنده 42 بطوله منذ بدايه هذا القرن، بيتصدر ترتيب الانديه العالميه. مين المركز الثاني؟ بايرن ميونخ 40 بطوله، بعدين فريق لينكولن 40 بطوله، ده فريق من جبل طارق، برشلونه الاسباني 34، بورتو البرتغالي 33، شختر الاوكراني 33، سيلتيك 33 برضو. عدد من الانديه يعني الموجوده كمان ابرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان، ريال مدريد 30 وباريس سان جيرمان 29، وده يعني رقم مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله هي خطوه كمان مهمه، لان ال 42 بطوله دول يشملهم كمان الالقاب القاريه، والاهلي متفوق فيها على كل الانديه في افريقيا، ان شاء الله يكون الاهلي بطل القرن الجديد كمان. طيب خلينا نروح لحساب فلاش كوره على فيسبوك، وبيتكلموا بعد نهايه الدوري وبعض الاحصائيات المهمه، وبالتحديد على اكثر اللاعبي البطوله استخلاصا للكره، منهم محمد هاني اللي لازم نشيد بيه كل الاشاده، بصراحه نجم كبير جدا والظهير الايمن القادم لمنتخب مصر، يعني لعيب مميز قوي. هاني عمل ايه؟ هو اكثر لاعب استخلص للكرات برصيد 223 كوره، وبعديه عمرو سليم 218، علي دنج 215، ايمن اشرف 205، محمد حمدي 183. محمد حمدي ده لاعب بيراميدز وناشئ الاهلي السابق، لكن ايمن اشرف بصراحه برضه عامل موسم ممتاز، ديانج كذلك، عمرو سليه لا غبار عليه، بجانب محمد هاني احد اللاعبين في المميزين في النادي الاهلي واكيد في منتخب مصر، اول اربع لاعبين من النادي الاهلي، فده رقم مميز. تعال بقى البطل النادي الاهلي وبطل منتخبنا الوطني محمد الشناوي من حساب سبورت 360 على تويتر، وبيقولوا الاهلي بطل الدوري، الاخطبوط محمد الشناوي لاعب الموسم، لانه ساهم بشكل كبير جدا في تحقيق مش بس بطوله الدوري، لا كمان تحقيق بعض الارقام القياسيه اللي قدر الاهلي يفوز بيها او قدر يحققها على مدار هذا الموسم، فيما يتعلق بالكلين شيت، فيما يتعلق بعدد الاهداف اللي دخلت في مرمى النادي الاهلي، يعني امور كتير جدا مميزه قدر يحققها محمد الشناوي. هم هنا في تقريرهم يعني بيقولوا ان الاهلي كان حاسم اللقب من بدري بعد ما الغريم التقليدي طبعا نادي الزمالك وله كل التقدير والاحترام طبعا المتكامل، زي ما هم بيقولوا رمى المنديل مبكرا، ظروف يعني ما كانش فيه منافسه قويه هذا الموسم، لكن الاهلي هو كان يستحق هذا اللقب عن جدارة واستحقاق، وكان أحد أبطال النادي الأهلي طبعا محمد الشناوي. الوطن سبورت وحسابهم على تويتر، وبيتكلموا على موسيماني وتحذيره للاعبي الأهلي من التجمعات خوفا من الإصابة بكورونا. بصوا بقى، إحنا مقبلين الفترة الجاية على الأجندة الدولية والتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، فعندك لعيبة هتسافر ربنا يستر، وعندك لعيبة موجودة مع منتخب مصر وربنا يستر، ونتمنى طبعا التوفيق في الاول وفي الاخر، مصلحه منتخب مصر فوق الجميع، يعني ما حدش يقدر يتكلم ولا يقول حاجه في الجزئيه دي، لكن من ضمن تحذيرات موسيماني المهمه قوي قوي ان كل لاعب يبعد عن التجمعات عشان باذن الله يرجعوا لنا سالمين، وباذن الله يكونوا جاهزين 1000000% للتحدي الافريقي والنهائي الافريقي واهم مباراه في الموسم باذن الله عشان يفرحوا كل جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا ناخد برضو جزئيه اخرى، وده من حساب جول مصر على تويتر، وبيقول ايه؟ سيد عبد الحفيظ يعلن عوده هذا الرباعي الى الاهلي الموسم المقبل، وده حقيقي خلاص بشكل رسمي، بشكل رسمي الاهلي استقر من خلال مستر بيتسو موسيماني المدير الفني على اعاده المعارين تحديدا الاربعه دول، محمد شريف، اكرم توفيق، ناصر ماهر، وصلاح محسن، ونتمنى لهم كل التوفيق، الاربعه بصراحه لعيبه جامده قوي. خلينا نروح فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنونا.